بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة اليوم إن شاء الله ستكون حول فاكهة الشمام أو ما نسميه في المغرب هذا البطيخ أو كانوا يسموه المنون. المنون هي كلمة كذلك أمازيغية أمنون ويسمى سويلة اللي يسمي هكذا يعني بهذا الاسم هذا هو الشمام عليهم والشمام بأنواعه يعني من كل الشمام الأصفر والشمام الأخضر كين هناك فرق بسيط بين هذه الأنواع هذه. الشمام الأصفر فيه شوية يعني الفيتوستيرولات أو فيتوستروجينات أكثر من الشمام الآخر لكن يبقى هي نفس الفصيلة والمكونات ولو تختلف بخمسة أو 10% فيما يخص بعض الأملاح المعدنية وبعض المكونات فيبقى تقريبا نفس الفاكهة بحال كما شفنا في أنواع العنب الأحمر والأسود والأبيض أنواع التفاح يعني أنواع البرقوق الأسود والأبيض أنواع التين الأزرق والأحمر والأبيض إلى آخره. فكذلك الشمام فيه أنواع يعني انواع طويله التي تشبه البابايا وفي انواع يعني الدائريه هي النوع الاخضر هذا. فالملن او الشمام هذا يعني فيه اشياء يعني عجيبه جدا لان كما قلنا كل ماده غذائيه خلقها الله سبحانه وتعالى بمكونات خاصه بها وباسرار خاصه بها لا توجد في ماده اخرى. ولذلك الذين يعيشون على بعض الاموال يعني بعد مواد ثلاثه او اربعه يعني طول السنه هذا يضيعون مركبات كثيرة في مواد أخرى. ولذلك يجب أن ينوع النظام الغذائي حسب الفصل وحسب الموسم وحسب يعني وقتية الأشياء لأن هذه الأشياء وقتية يعني طبعا الشمام كيكون في وقت البطيخ الأحمر كيكون في وقت الرمان يكون في وقت التفاح يكون في وقت البرتقال يكون في وقت ليجمع الجسم ما يكفيه من هذه المضادات الأكسدة وهذه الأشياء التي تقيه ثم كذلك المغذيات. هناك مغذيات منعشة هناك مغذيات بروتينية تعطي طاقة للجسم مع السكريات هناك مغذيات دهنية تعطي كذلك طاقة وتسخن الجسم إلى آخره. فهذا الشمام يعني يشترك مع الفواكه طبعا في الأملاح المعدنية ويشترك معها في البيكتينات يعني كيلاحظوا الناس على أن التكستير يعني اللي كياكلوا هذا الشمام مضغ الشمام ليس هو مضغ البطيخ الأحمر وليس هو مضغ البابايا وليس هو مضغ الأفوكادو يعني كل مادة عندها حتى شكلها وحتى إحساسها التي نسميه هذه يعني هذه السنسوري بروبرتيز هذو يعني الـ الـ يعني الـ هذه الخصائص الحسية أو المذاقية التي تميز أي مادة. وهكذا يعني جمالية الخلق جمالية الخلق التي خلق الله سبحانه وتعالى على هذا الكون يعني جمالية في المذاق جمالية في المنظر جمالية في الرائحة جمالية في الشكل جمالية حتى في كيف تعامل معها. فالتين الشوكي في أشواك في الموز ليس في أشواك ثم التين هذا هذا العنب فيه يعني نوى داخلية أن البرقوق فيه كذلك نواه كبيرة وما إلى ذلك. وهذه أشياء يعني تجعل الإنسان ينتقل من وقت إلى وقت ويعني سبحان الله يعني هناك السنة كلها تمر بأطوار وبأشياء هكذا لكي لا تكون هناك نمطية يعني مونوتون تكون نمطية هكذا يعيش الشخص بنفس اللون وبنفس الشكل وبنفس المنظر لا يمكن يعني لا يطاق هذه الأشياء هذه. فهذا التنويع الطبيعي تنويع أن الله سبحانه وتعالى نوع في الخلق يكفي أن نتبع الناموس فقط يكفي أن نتبع هذا الناموس الوقتي أن نقتني هذه الأشياء في وقتها إن شاء الله وليس هناك مشكل. هذا الشمام المناطق الكبرى المنتجة للشمام كانت من يعني البطيخ كله ليس الشمام إنما البطيخ هي منطقة دكالة ثم كذلك المنطقة هذه يعني خميسات يعني هذا زعير منطقة الغرب كذلك ثم منطقة الشمال العريش يعني هذه معروفة بالشمام الأصفر هذه النوع هذا منطقة السايس ثم منطقة يعني تنسيف مراكش. هذه الإنتاج الكبير الآن يعني في المناطق كلها في المغرب الآن تنتج هذه مع الأسف نقص الإنتاج في المنطقة ديال دوكالا من هذا البطيخ الأحمر ومن البطيخ هذا بجميع أنواعه نقص الإنتاج لأن هذه المناطق ما كانت لا تسقى كل أشياء كانت برية يعني لا تسقى كانت أشياء طبيعية وبورية يعني لا تسقى. الآن المنطقة الكبرى في الإنتاج هي المنطقة الشمالية يعني تقريبا اللوكوس كله يعني هذه كلها يعني منطقة كبرى في الإنتاج عليهم والغرب كله حتى الشمال هو الآن الخزان ديال المملكة فيما يخص هذه الخضار وهذه الفواكه يعني لا الموسمية ولا الغير الموسمية الآن ولا يعني قوة الإنتاج في هذه المنطقة إن شاء الله خير. ويجب أن يستفيد الناس من هذه الأشياء لأن كنلاحظوا على أن في الوقت ديال هذه الشمامة في الوقت أن في المناطق المنتجة ما كيبقاش يتكال يعني ولاو الناس كيرميوه في هذه في شمال المملكة.
فالمكونات يشترك في فيتامين سي، وان ان ان سر كبير ان الشمام مكون الفيتامين سي يرتفع الى نسبه يعني البرتقال او اكثر. يعني الحوامض هما اللي معروفين بالفيتامين سي، ولكن الشمام يعني يشترك ربما يضاهي هذه الحوامض فيما يخص مكون الفيتامين سي. ثم يجمع ما بين هذه الفيتامينات البيريدوكسين البانتوتينيك اسيد، ثم تيامين فيه فيتامينات يعني توجد في فواكه اخرى. شفنا بان البيريدوكسين والبانتوتينيك باء 6 وباء 5 توجد في فواكه اخرى، لكن ليست مجموعه هنا. ف يعني الشمام تجمع فيه هذه الفواكه. ثم الشمام عنده قوه كبيره في المشكل ديال الفيتوستروجينات، ويعني لما نقول فيتوستروجينات نقول ضبط هرموني في الجسم خصوصا النساء. اولا لان هذه الفواكه الكبيره الشكل، البطيخ الاحمر والبطيخ بجميع انواعه، هي فواكه الماء، هي معروفه فواكه الماء، يعني هذا ماء بكثره مع املاح معدنيه يعني مثل الكالسيوم فوسفور مثل المغنيسيوم وكذلك البوتاسيوم، تعني على ان الجهاز الهضمي لا يمكن ان تبقى في فضلات، ولا يمكن ان يكون هناك امتصاص هذه السموم مثل المعادن الثقيله ومثل هذه الاشياء التي تترتب عن الطبخ وكيفيه التي نهيئ بها يعني المواد الغذائيه. هذه الفواكه يعني في الموسم في الصيف هي منعشه، يعني الله سبحانه وتعالى خلقها في هذا الموسم لانها منعشه، فيها ماء، املاح معدنيه، فيتامينات، والجسم لا يحتاج طاقه كبيره لما يكون يعني الحراره مرتفعه. ثم للانتي ستريس، الانتي ستريس هما الفيتامينات داخلين في الانتي ستريس، لان حتى الحراره لما كترتفع فالشخص يحس بارهاق، الجسم يرهق. يعني انا بعد تربيه بعض الحيوانات يعني كاين البياطره كيعطيو فيتامينات، يعني استعمال فيتامينات كانتي ستريس يعني كمضاد لهذا الارهاق. وهما الفيتامينات يعني والاملاح المعدنيه هما اللي كيلقاو هذا الستريس، يعني هذا الارهاق الكبير للجسم. ان الفيتامينات كيضبطوا فيزيولوجيا الجسم باش تكيف مع الجو الحار يعني فصل الصيف. ولذلك هذه كلها الفواكه المنعشه هي يعني الفواكه التي تتحمل بالفيتامينات والاملاح المائيه توجد في فصل الصيف. ثم الفواكه التي ترتفع فيها حمض الفيتامين سي مع سكريات اخرى مع الالياف تكون طبعا مع الفلافونويدات، يعني لما يكون الفلافونويدات والفيتوستروجينات مرتفعه طبعا تكون في فصل البرد اللي هما البرتقال. البرتقال هي من الفواكه التي تسخن وليس الفواكه التي تنعش. اما هذه البطيخ والشمام وهذه الاشياء هذه هي فواكه تنعش. كيلاحظوا الناس على ان الشمام كيجي تقريبا مع البطيخ الاحمر وكيكون في شهر 6 7، يعني لما يكون الحراره مرتفعه ولما يكون فصل الصيف يعني على اوجيه. وكيلاحظوا على ان ملي كيقطعوه ويخليوه هو كيبرد، يعني علاش؟ لان هذا الفينومينا يعني هذه واحد الثيرموديناميا ديال هذه الفواكه هذه كتخليه يبرد، لان يعني هذيك الاشعه كتبخر الماء، وملي كيتبخر الماء يعني كيكون هناك تبريد يعني طبيعي. فالاستهلاك يجب ان يكون في فصل الصيف. لماذا؟ لان كما قلنا يعني هذا الديجستيف تراكت يعني هو يسهل مرور هذه الفضلات، ولا يمكن ان تبقى هناك سموم يعني في هذه الامعاء. فهذا هذه الفاكهه يعني هذه الفيتوستروجين يعني موجود في بعض الحبوب اللي غادي نتكلموا عليها، حبوب الكتان والحبه السوداء الى اخره. ثم الفيتوستروجين موجود كذلك في النشويات، لان في النخالات القمح في الشعير يوجد، كذلك في الصويا في القطاني في هذه الاشياء. ثم الشمام يريت مع هذه الاشياء يعني في الفيتامينات مثل البيريدوكسين مع البونتوتينيك، ويريت معهم فيتوستروجين، الى جانب طبعا اللون الاصفر اللي معروف الان على البيتا كاروتين، ان اللون الليتين ولون الزيكزانتين ولون الكاروتين، وهذه كلها يعني لما يكون الفاكهه عندها لون اصفر فنحن يعني نتهمها بانها تحتوي على يعني على هذه الاشياء. فيعني فاكهه الشمام يعني لا يمكن ان يمر الشخص بدون ان يستهلكها. هي علين، هي جميلة، ولكن شوف شكل يعني هي البطيخ الأحمر والبطيخ بجميع أنواع، البطيخ الأحمر والشمام والبطيخ الآخر هما كلهم ليس لديهم شكل متماسك، يعني هو ماء تقريبا، ماء، هي فاكهة ماء. لما شخص يمضغ لا شيء، يعني هادو بيكتينات الدائبة والبيكتينات التي لا يمكن أن يكون معها إمساك في الجسم، لا يمكن.
ولما نقول يعني هذه الماء فاكهة الماء مع الأملاح المعدنية والفيتامينات والمضادات للأكسدة، فهذه المواد هي تغسيل الجسم، هذه المواد يعني تخلص الجسم من الفضلات، يعني خصوص الفضلات الغير دائبة، يعني التي تتجمع يعني في المعي الغليظ، وثم عليه لا يمكن أن يكون إمساك مع باستهلاك الفواكه، لا يمكن أن يكون إمساك. يعني كم من مرة نعيد هذه الأشياء علينا لكي يتعلم الناس، لأن كل الناس يسألون الآن عندي إمساك حاد شيء. لو كان الناس يكثرون من الفواكه ثم يشربون ماء يعني بكثرة ثم يتحركون، لأن يعني الحركة كذلك، فيعني لا يمكن أن يكون يعني هذا، يعني لا يمكن أن يبقى لديهم إمساك، لا 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 يمكن. يعني استعمال زيت الزيتون لأنه يحفز المرارة، إنتاج صفراء المرارة كذلك يعني تساعد على هذه الأشياء، لأن هي التي تقوم بتشحيم المعي الغليظ. زيت الزيتون والنشويات والقطاني، فواكه جافة، ثم شرب الماء، ثم يتحرك الشخص. فهذه يعني بدون حركة كل شيء جامد في الجسم، حتى الدورة الدموية لا يكون هناك دورة دموية جيدة. ثم الحركة هي التي تدخل الأكسجين للجسم، لأن يعني حتى الأشخاص اللي عندهم أنيميا يجب أن يتحركوا شيء، يجب أن يتحركوا، لأن الأكسجين لما يدخل للجسم ويحرك كل الاستقلابات، لأن الإنسان هوائي وليس أنايروبي وليس لا هوائي، يعني الإنسان هوائي، كلما تهوى الجسم كلما كانت الاستقلابات سهلة وجيد. والأكسجين يجب أن يصل إلى جميع الأعضاء، وأن يصل يعني عبر الدم طبعا إلى جميع الأعضاء وإلى جميع الخلايا وإلى داخل الخلية إلى الميتوكوندريا، وإلا لا يكون هناك أي شيء، لا إنتاج أي شيء داخل الجسم، ولا أي مفاعلة كيماوية ممكن أن تقع على مستوى الأعضاء. يعني هناك وظائف، وهذه الوظائف طبعا ما هي؟ يعني وظائف هي تفاعلات بيوكيماوية أو كيماوية، وتفاعلات نسميها فيزيولوجية داخل الجسم. هذه الوظيفة هي تفاعل، يعني لما نقول البنكرياس ينتج الليبيز، هذا تفاعل فيزيولوجي، أو المعدة تهضم تنتج البيبسين والكيموتريبسين، فهذا تفاعل. ويعني هذه اللائحة يعني غادي يلاحظوا الناس على أن كل فاكهة عندها ما يميزها بالنسبة للفواكه الأخرى، لكن تبقى هذه الفواكه مشتركة في التركيب الذي يهم الجسم، أو فيما يخص الماكرونوتريانتس اللي هما يعني هذه السكريات والألياف الغذائية، ثم المايكرونوتريانتس اللي هما الفيتامينات والأملاح المعدنية، أشياء لا تصنف لا مع المايكرونوتريانتس ولا مع الماكرونوتريانتس اللي هي الفيتوستروجينات مع مضادات الأكسدة. الآن هي الجديد الآن في علم التغذية هو هذا، هو المضادات للأكسدة ثم الفيتوستروجينات، وهي مهمة جدا للجسم. بدون هذه المكونات طبعا يكون هناك خلل داخل الجسم، لأن الضبط الهرموني كل شيء في الجسم مضبوط هرمونيا، يعني لا يمكن يعني أن تقع هناك مفاعلة إلا يكون يعني وراءها يعني أو فوقها ضبط هرموني إن شاء الله. يعني نكتفي بهذه المعلومات، وإلى حلقة مقبلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.